شوفي سعاد خانو ولا تزعلي مني، انا بنتي ما برجعها الا على بيت لحالها، وغير هيك ما عندي. بس انا هيك زعلت منك كثير يا فريال. لك شلون بتروحي بتاخدي بنتك من بيتها وجوزها ما بيكون موجود؟ امزكي انتي لا تتداخلي، انا عم بحكي مع سعاد خانو. اي بليكي بدا اصير بهالوش. يا فريال يا فريال، نحن هلا ما عندنا امكانيه نشتري بيت للطفيه لحالها. قومي قومي لمسيها وخليها ترجع لبيت جوزها، قومي تضربي بهالراس المتيس. عم قلك لا تتداخلي امزكي، وخليني اتفاهم مع سعاد خانو. ان شاء الله بيتدخل فيكي الحكيم وما بيعرف لك دواء يا حق. ايه يا فريال، البيت اللي ساكن فيه عصام هلا ماشي حاله وبكفيهم. انو بكفيهم يا سعاد خانو، مو انت ست العارفين، هن كلهم ثلاث اوض صغار وارض ديار، وبعدين غير هيك بنتي ما انا مرتاحه مع ضرتها، لا وفوق الموت عصت قبر. يا من تراها شهيره خانو رايحه جايه لعند بنتها، إيه بنتي عم تتزحن كثير منها. وهلا شو يا فريال؟ بدي بيت لبنتي، يا اما ضرتها تطلع من بيت بنتي. ايوه وين بدها تروح الثانيه يا مو؟ خديها لعندك سعاد خانو. يعني بدك الولد يتشنطط؟ وليش لا يتشنطط؟ تقبريني مطرح ما نو ساكن بيتي وهني بيت ابوه الله يرحمه يا سعاد خانو. بس انا موافقه اسكن عند بيت حماي يا مو. ولك يا هبله، بكره بتساويكي خدامه ببيتها. ولك افهميها بقى. لا يا مو صدقيني ما بتعملها، والله ما بتعملها. لك انا اللي بعرفها لسعاد ليش بدها تسكنك ببيتها، لانه ما في مين يساعدها بشغل البيت يا حبي. وبركي ما اشتروا لي بيت. رح تنطيني لطفيه؟ ولك رح تنطيني، ولك تقلي لك شي شوي الا ما يلاقوا لك حل. يا لك يا لضرتي. يا مو الله يخليكي وافقي انه اسكن عند حماتي. الله يوفقك. الله لا يخليني لحتى ما اتكرز بقلبك المشرشح. هلا حبيتيها لحماتك ما؟ ولك طقك انت وياها. لك تسلمي لي يا سعاد صغيره ما احلاكي. امسكي لطفيه امسكي. تعي تقبريني تعي امي تعي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. معقولة هيك حماتي؟ معقولة انا اضل بعيد عن بنتي ومرتي؟ الحل بايدك يا صهري. انا قلت لك تعسكن عندي هون بالبيت، بحطك بقلبي وبعيوني، انت اللي ما رضيت. والله مي حلوه مي حلوه. ليش ما حلوه؟ تقبرني البيت اولته واخرته لبنتي، يعني بعد عمر طويل. بعدين انا بدي مين يوانسني؟ ما ليش ما انا حلوه انك تجي وتسكن عندي؟ طيب ومرتي الثانيه وين بدي احطها؟ خليها ساكنه لحالها. ليك اي والله مو ظابطه مو ظابطه. يعني يا صهري لو كنت بدك تشتري بيت لكل وحده من نسوانك، ما بدك تكون بعيد عن مرتك الثانيه وعن بنتي لطفيه؟ شلون ايه مبلا اصبح يسرها ولا تعسرها. لا تكبرها كثير. ولك صهري والله بصراحه مرت عمي، يعني انا ملاقي انه الحل تبع امي مناسب. هذا الحل مناسب لإلك صهري، أما إلي مو مناسب منوب. ولطفية مالي مستعدة رجعها تعيش عند حماتها مع ضرتها، ولا عاد تجيب لي هالسيرة منوب منوب. فهمت ولا ما فهمت؟ خلاص فك الله وانصرفت. إيوه انسى الأيام الصعبة وكل ما حبيت.